هذا اللقاء ديال اليوم هو لقاء كيحرك جميع المغاربة وبالخصوص المجتمع المدني على ما قامت به تونس وما قام به بالخصوص رئيس قيس ديال تونس باستقباله الرئيس الوهمي للجمهورية الوهمية ديال الصحراء المغربية. وحنا كمغاربة وملك وشعب كنا واضحين كما قال جلالة الملك في خطاباته المتعددة، حنا بغينا الوضوح، يعني الصورة ديالنا في الخارج تعني أنه اللي كيعترف بالصحراء ديالنا فهو معنا، واللي ما كيعترفش بها فهو ضد الوحدة الوطنية اللي كنا كنسعوا من أجلها وكنبدلوا الرخيص والغالي باش تبقى هذه الوحدة المغربية ديالنا. وهذا هو الخلاصة ديال هذه الجمعة إن شاء الله. حنايا ناويين إن شاء الله باش نديروا واحد الوقفة احتجاجية أمام السفارة التونسية، مع احترامنا الكامل للشعب التونسي للقيادة كقيادة جارة السوء كما نقول، فهما كيعكسوا المغرب وكيديروا لنا كيف كنقولوا بالدارجة على الصفر البيضاء، وهذا أمر بعيد عليهم إن شاء الله. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وهذا هو الشعار ديالنا، الله الوطن الملك. نحن هنا بصدد هذه الساحة، ساحة الأمم المتحدة، ساحة تاريخ، ساحة عريقة، جينا هنايا فعاليات المجتمع المدني. علاش جينا؟ جينا باش نعملوا وقفة احتجاجية اللي غنمشيو فيها حتى للرباط أمام السفارة، باش نندوا ونستنكروا هذا العمل الشنيع اللي دار هذا الرئيس ديال تونس. ما ننساش أن تونس كتجمعنا مع علاقة كبيرة مع المغرب منذ التاريخ، منذ الحبيب بورقيبة مع الحسن الثاني، كانوا الله يرحمهم كان صداقة كبيرة ما بين الشعبين. وحنا جينا الآن كنستنكروا هاد العمل الشنيع اللي دار في هاد المؤتمر، أنه يستقبل كيان صهيوني، كيان كيزعم أنه جمهورية ولا جمهورية لا والو، وفي بساط أحمر كأنه داخل السينما. والغريب في الأمر وهو أنه هو الوحيد اللي استقبله ببساط أحمر وهو اللي حضر ليه، أما الضيوف الأخرين أكثر يستقبلوهم غير ناس أخرين. علاش؟ هذا أشنو بغي يوصل لنا؟ أش بغي يوصل للمغرب والمغاربة والمالك ديالنا؟ أشنو بغي يوصل؟ لهذا حنا كنستنكروا هذا. وحنا دائما خوتنا التونسيين، حنا ما نذكروش، ولكن هذا السيد جا باش يبان، لان كيخطط للنظام، باغي يدير نظام عسكري بحاله بحال هذوك الناس اللي حداه بحال جيرانه. هذا هو اللي كنظن انه باغي يخطط ليه، وغادي تشوفوا مازال غادي باغي يدير. علاش؟ باش يبقى دائما هو في البوفوار ويدير بحال النظام ديال الجيران ديالو. وحنا كنستنكروا هذا الشيء اللي دار، وحنا ما غنغفروش ليه، لان الشعب كله واقف وراء جلالة الملك في الصحراء، الصحراء ديالنا، وما يقلع علينا حتى شي حد، الصحراء في مغربنا ومغربنا في الصحراء ديالنا، وعاش الملك والله الوطن الملك. احنا القضية اللي كتسيء القضية الوطنية ديال الصحراء، احنا غادي نكونوا لها بالمرصاد، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. الخطاب اللي قال سيدنا نصر الله، الصحراء راه النظاره ديال المغاربه جميعا. هذا رئيس ماشي في مستوى ديال الرئاسه بعدا كاع، هي الخلاصه. يمكن في مستوى داك ما ندخلوش في حيثيات ديال داكشي اللي داروا مع المغاربه، وما نساه هو نساه داكشي كلشي، بحال ما عمر داكشي كان زعما الشعب التونسي راه ما راضيش على هادشي. اساءه، هذه اساءه بال القضية الوطنية ديالنا، حنا ما غاديش نسكتوا عليها، حنا غادي نكونوا بالمرصاد. الخطاب اللي قال سيدنا نصر، الصحراء راه النظارة ديال العين ديال المغاربة كلهم. حنا ما غاديش نسكتوا على هذه القضية، رايتنا من دمنا ولونها من لوننا، إن لم نموت عن أرضنا بؤنا بلعنات الوطن، شعارنا الخالد الله الوطن الملك.